قبل أيام كنا نتحدث رمضان آتي رمضان آتي، ورمضان الآن لم يبقى منه إلا أيام بل ساعات. فنسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام ويوفقنا على إكمال الصيام والقيام. أيام معدودة. خلينا نتحدث عن هذه القصة التي حدثت لأحد الصيادين، قد تكون سمعت هذه القصة. أحد العلماء يروي أن هنالك صياد يذهب إلى البحر ليصطاد، يرمي شبكته فلم يأخذ شيء. المرة الثانية والثالثة لم يصطاد شيء. يرجع إلى زوجته يقول لم يرزق الله شيء. زوجته زوجة صالحة تطلب منه أن يصلي ركعتين لله ويسأل الله سبحانه وتعالى رزقه ورزق أولاده. فذهب الرجل وصلى ركعتين لله وسأل الله سبحانه وتعالى يا الله أين رزقي ورزق أولادي. وذهب إلى البحر ورمى شبكته وخرجت له سمكة صغيرة. استحقر هذه السمكة ورماها في البحر. مرة أخرى يرمي الشبكة وإذا نفس السمكة تخرج. المرة الثالثة أخذ هذه السمكة وذهب إلى زوجته الصالح. استغرب من هذه الظاهرة قلت له الحمد لله ربنا رزقنا هذه السمكة. وأخذت السمكة من زوجه وبدت تنظف، وجدت حجرا صغيرا في داخل هذه السمكة. أخذ الرجل هذه السمكة وذهب إلى تاجر يشتغل في تجارة الأحجار الكريمة. التاجر قال له كل أموال هذه لا تساوي هذا المبلغ. يذهب إلى تاجر آخر أكثر أموال ويعرض له هذا الحجر فيقول هذا الحجر الأموال كلها لا تساوي هذا المبلغ. فعرض عليه فكرة أن يذهب إلى الملك في هذه المنطقة ويذهب إلى الملك ويعرض هذا الحجر. الملك يقول كل أموالي لا تساوي هذا الحجر، ولكن أسمح لك أن تذهب إلى قصري وتجمع ما شئت من الأموال، ثم نسمحها 6 أيام. ذهب هذا الصالح إلى بيت الملك والقصر وبدأ يجمع في الأموال، ولكن لم يحمل شيء إلى بيته. ذهب إلى أحد الغرف وجد أن هنالك مائدة ضخمة. خلال هذه 6 أيام يأكل ويذهب إلى الحمام، يأكل ويذهب إلى الحمام، وانقضت 6 أيام. ويأتي الحرس إلى هذا الصائد ويقول له إن 6 أيام قد انقضت. الصائد يرد إليه أنني لم أحمل شيء. فقال له الحراس هكذا الدنيا، انتهت 6 أيام ولم تحمل شيء، أخرج من هذا القصر. أخذنا هذه القصة السريعة حتى نستدرك أيام معدودة. الرسول صلى الله عليه وسلم رغم في رجل أدركه رمضان ولم يغفر له. ماذا استفدنا من رمضان؟ هل انقضى رمضان كما انقضت 6 أيام ولم يحمل ذلك الصائم شيئا إلى بيته؟ أم كنا أفضل من ذلك الصائم وحملنا ما نحمل إلى بيوتنا وهو دار الغرام؟ إن هذا الشهر أيامه معدودات الغضب. من لم يدرك فلا بد أن يدرك. من لم يتب، من لم يستغفر، من لم يرجع إلى الله، من لم يعمر قلبه، هنالك فرص. نحن في 10 أيام الأواخر نريد أن نسأل الله سبحانه وتعالى إذا فوتنا فرص الأيام الأولى أن يعوضنا في هذه الأيام.
هذه القصة استرجعناها بصورة سريعة حتى ندرك أين موقفنا. إذا كان أحد منا هذا التصرف ماذا حمل التاريخ؟ إذا كان أحد منا غفل في هذا الشهر العظيم ونحن الآن في ليلة 25 حملنا إلى بيوتنا شيء أم تنقضي هذه الأيام على 5 أيام ولم نحمل شيء إلى بيوتنا؟ إن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة، إن هذه المسألة خطيرة تحتاج إلى وقفة متأنية عميقة لعلكم تتقون. كل واحد منا لابد أن يأخذ قلم وورقة يشوف ماذا حدث لي من الخطوة. الميزان الذي استخدمته في بداية الصيام وأنا الآن في 25 من رمضان، ميزان التقوى ماذا يقول؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الله سبحانه وتعالى ألهم كل نفس تقواها. كل إنسان يعرف مدى، كل إنسان لديه ميزان حساس في ذلك يقول له أنك تحصلت إلى قدره من التقوى، أنك لم تحصل شيء من التقوى. هذا الضمير، هذا الكمبيوتر الذي يوجد في داخل القلب لا يكذب، وهذا الكمبيوتر وهذا الضمير الداخلي يقول بصراحة ونسمعه الآن. إذا أسرفنا وسوفنا في هذه الليالي وتلك الأيام لا بد من الوقفة في هذه اللحظة. من أفضل الأشياء التي لا بد من عملها في هذه الأيام الاستغفار، كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار وكثرة لا إله إلا الله. ونسأل الله شيئين في كل سجود، في كل قيام، في أثناء الصيام، العفو والعافية. نسأل الله الجنة والرياض والنعمة، ونسأل الله أن يبلغنا التقوى. الله سبحانه وتعالى قادر أن يغلب عبد قلب العبد في كل لحظة. والله سبحانه وتعالى لا يبقى لنا أن نكون من الغافلين. وفي هذا الوقت من رمضان اجعل العبادة فيها نوع من السجود، أن الشياطين مصفر، ولكن ليس الشيطان وحده هو الذي يجعلنا نتقاعس عن العبادات، عن العمل الصالح. الهوى، حب الدنيا والشهوات، هذه الأعداء الثلاثة رابعهم الشيطان مصفر. فلا بد أن نرتقي للقلوب حتى تتصل بعلام الغيوب. لا بد أن ننظف هذا القلب. ما تبقى من هذا الليل ومن الأيام والليالي المقبلة بكثرة الاستغفار وكثرة لا إله إلا الله والعفو والعافية للدارين. نسأل الله الجنة يعيذنا من النار. نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلاتك بها وتقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها جميع السيئات، ترفعنا بها عن الدرجات، تبلغنا بها اقصى الايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا يوم يقوم الحساب. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قاموا رمضان وصاموا قياما وحسابا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Thank you.
مش هنعرف.